سوزي. ايه ده؟ انت ايه اللي عمل فيك كده؟ ما انتش عارفه ايه اللي عمل فيا كده؟ ما خلاص كل حاجه وضحت، خطتك مشيت زي ما انت عايزه يا ست هانم، وابو سنج خد الفلوس. الفلوس ايه؟ ما انتش عارفه فلوس ايه ولا بتستعبطي؟ مين اللي كان يعرف مكان الفلوس اللي انا سرقتها غيرك؟ انا جبت المبلغ بعد ما تعبت قوي، استلفت من طوب الارض عشان ادبر لك المبلغ اللي حضرتك طلبتيه مني. لا انت كده زعلتني يا حدق، تستلف عشاني؟ انا تحت امرك. بقولك يا نورة هانم، مش هتعديهم ولا ايه؟ اعدهم؟ اخص عليك، وهو انا مخونك؟ طب ده انا حتى ما بثقش في حد غيرك. ها انا؟ الله، امال ايه حكايه المحاسب اللي سيادتك جبتيها عشان؟ وهو انت صدقت ده انا كنت بهزر معاك؟ انت باين عليك ما بتحبش الهزار. ياه، ده انا ركبي ثابت. انت اصلك كبرت في نظري قوي من ساعه ما قلت لي على الاسم رامي وكشفته على حقيقته. دلوقتي بس عرفت ليه المرحومه كانت بتثق فيك. انا متشكر قوي. اصل انا لما قعدت وفكرت يا حدق لقيت ان ما بقاش ليا حد في الدنيا غيرك. ها صحيح يا نوره؟ اه. طب ده انا حتى ما بحسش بالامان غير وانا جنبك. ايه ها جنبي انا؟ اه، ومش عايزاك تغيب عني ابدا يا حدق. لا مش هغيب، ده انا ساعتي مظبوطه مظبوطه على الثانيه، دي ليها 5 عقارب جميله جدا. وزي ما بعتبر مكتبك هو مكتبي، عايزاك برضو تعتبر البيت بيتك. انا تحت امرك، انت تأمري. ايه الكلام ده كله الا بصحيح يا حدق؟ هو اخبار المكتب ايه؟ انا المكتب بتاعي، يعني المكتب بتاعي كويس. وازاي السكرتيره بتاعتك؟ الايه؟ السكرتيره؟ ايوه، البنت الشيك دي اللي اسمها، هي اسمها ايه يا حدق؟ اسمها، ايوه سكرتيره، انا فاكر، كنت فاكر اسمها على لساني، البنت اللي قاعده في المكتب القبليه ده اسمها، ايوه اسمها هند. اه صحيح، هند. ابقى سلمني عليها، اصل يمكن ما روحش المكتب وهي بطلت تيجي تزورنا. هي هند كانت بتيجي هنا؟ الله، هي ما كانتش بتقول لك ولا ايه يا حدق؟ طب دي حتى كانت صاحبه المرحومه الروح بالروح، وكانت دايما تيجي تزورها ويخشوا اوضه المرحومه ويقفلوا عليهم الباب عشان ياخدوا راحتهم في الكلام. هند! بقول لك ايه يا استاذ، ما تيجي نتكلم على المكشوف احسن. مكشوف ايه بس يا هند؟ انا بسالك ازاي تروحي الازهار من ورايا وتقولي لها على كل اسراري؟ دي امانه كان لازم تحافظي عليها. اصل انت سيد من يحافظ على الامانه. قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. قصدي انت عارفه كويس قوي. لا، انا احتج وبشده وبقوه على تلميحك ليا باني قليل الامانه. انا ما بلمحش، انا باكد. اذا كنت مثلت على ازهار وكدبت عليها وضحكت عليها هي وغيرها فلا، انا هند خبزات وعجناني. ايه خبزاني وعجناني؟ يا ساتر، كلامك بايخ بشكل، ما انت ناقص تقولي انت عماني كمان. بقول لك يا حدق، متهيألي جه الوقت اللي احنا لازم نحط فيه نقط على الحروف. ايه الحروف دي؟ الحروف اللي تودي السجن واللي تقفل المكتب ده. ولا انت نسيت ان انا عارفه كل ورقه في المكتب ده بتقول ايه وانت عملت ايه؟ انت انا مأمنك على كل حاجه ما عدا حاجة واحدة بس. ايه هي؟ انت. انا؟ ايوه، انت اللي فاضل. انت عايزة ايه بالظبط؟ عايزة فلوس تاني؟ انا ما عملتش نفس السنين اللي فاتت دي كلها عمية وخرصة وطرشة عشان خاطر الفلوس، لا. انا عايز المكتب ده وصاحب المكتب ده. دي دعابة يا هند. نعم يا اختي، عايزة تشاركيني؟ لا، هتجوزك. يا إما نتجوز يا إما أنت عارف الباقي اللي حيودي في حديد واللي البوليس نفسه يعرفه. أيوه هند، بس أنا ما أقدرش أجوزك، في ناس تانية متكلمة عليا. وادي الفلوس اللي أنت طلبتيها. يا سلام عليك يا نورة، أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه. أنا تحت أمرك يا مدام. بس ما
ما تنسيش ان المبلغ ده مش كفايه. ما تشيليش هم، كل الفلوس اللي انت عاوزاها انا هجيبها لك، وكل المشاريع اللي في دماغك هننفذها باذن الله. يا حبيبتي يا نوره، حقيقي نظرتك كانت في محلها، انت تستاهلي كل خير، وانا اللي هجيب لك الخير كله واشغل لك فلوسك واخلي لك الجنيه 10 باذن الله. اه بس احنا لسه ما اتفقناش. ما اتفقناش؟ ما اتفقناش على ايه؟ ازاي اضمن حقوقي يا مدام؟ حقوقك؟ اه لازم يكون في بيننا عقد قانوني يضمن لي كل حقوقي. انتي مش واثقه فيا ولا ايه؟ انا ما بثقش في حد. انت بتعيط يا احمد عشان خاطر ابله سميره؟ ابله سميره مش حرامية، حرام بابا يحبسها. دي بتحبني قوي، هي الوحيدة اللي كانت بتلعب معايا، ما كانش في حد بيلعب معايا غيرها. انا السبب، انا اللي خليت بابا يحبسها لما قلت له ان انا شفتها بتاخد الفلوس من الدولاب. يا ريتني ما كنت قلت له، يا ريتني كنت كدبت عليه. كفاية بقى يا احمد، كفاية، ما تعيطش عشان خاطري. انا السبب. لا لا، انا السبب. لا انا السبب. احمد، احمد ماله يا رامي؟ ليه عيط عشان خاطر سميره؟ ليه يا عادل عملت كده؟ ليه؟ كان لازم اعمل كده، دي لسه سميره ما سرقتش حاجه، انا اللي خدت الفلوس. ايه؟ بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه، انا اللي خدت الفلوس من الدولاب مش سميره. ليه يا رامي؟ ليه يا رامي تعمل كده؟ انا مخليك محتاج حاجه، والبنت المسكينه دي اللي اتهمتها بالسرقه، ازاي تخليني اتهم انسانه بريئه؟ ازاي؟ انا اول ما استلمت تقرير المعمل الجنائي جبته وجيت على طول. الدم اللي على الفلوس دم ازهر؟ ايوه. مش قلت لك يا استاذ محدش قتلها غير سمير؟ طب مش تاخد تقرا التقرير الاول؟ اي حاجه تانية مش مهم، ما دام ثبت ان الدم اللي على الفلوس هو دم ازهر يبقى كده القضيه لبست سميره 100%. خلاص القضيه خلصت وانا ارتحت يا عابد. هي خلصت فعلا. هتحولها للجنايات؟ لا، انا هفرج عنها. تفرج عنها؟ عن مين؟ عن سميرة. ازاي يا عابد؟ التقرير بيقول ان سميرة ما قتلتش ازهر. الله، هو الدم اللي على الفلوس مش دم ازهر؟ التقرير بيقول حاجة تانية عن دم ازهر. اسمع يا سيدي، بمراجعة الملحوظة التي ابدتها النيابة بشأن الدم ونسبة تشربه في الأوراق المالية، فقد ثبت بالتحليل أن الأوراق المتحفظ عليها تشربت الدم بنسبة تقل عن 5%، وهو ما يعني أن الدماء لامستها وهي في حالة تجلط كامل وبعد مضي ساعات على القتل. ومن المستحيل أن تكون أوراق النقد لامست أزهار المجني عليها عقب الوفاة مباشرة أو أثناءها، وإلا تشربت بدماء المجني عليها بنسبة لا تقل عن 80%. يعني سميرة ما كتبتش لما قالت إنها دخلت أوضة أزهار الصبح. سميرة ما قتلتش أزهار يا صفوت. الله، أمال مين اللي قتلها؟ وبعدين بقى هو الدكتور جمال فين؟ طب قولي الاول مساء الخير، سلام عليكم، ولا جايه بس تسالي على الدكتور جمال؟ اصل مريض اوضه 5 تعبان قوي ومحتاجين الدكتور. هو اللي تعبان ولا انت اللي تعبانه؟ دكتور حنان، اسمعي يا فاطمه، انا فاهمه حركاتك دي وعارفه انت بترسمي على ايه. انت عايزه ايه بقى بالظبط كده من الدكتور جمال؟ ما خلاص خطبني، ولا انت فاكره انه ممكن يبص لممرضه زيك؟ فوق يا فاطمه واعرفي حدودك، وما تحاوليش تبصي لفوق احسن بعدين تقعي على جدور رقبتك.
اظن انا لحد دلوقتي كنت كريمه قوي معاكي وما كشفت سرك يا حضره الممرضه المثاليه. ما قلتلهمش ان الممرضه المثاليه دي مدمره مورفين. اظن ان حاجه زي دي ممكن تدمر سمعتك وتقفل باب الرزق في وشك. لكن انا بقى هرحمك من شر. انا طلبت نقلك لقسم باطنه، والدكتور جمال لازم يعرف ان النقل ده تم بناء على رغبتك. انا جاي اسحب بلاغي بالسرقه ضد سميره. يا ترى لقيت الفلوس ولا لقيت الحرامي؟ ما ترد يا استاذ عادل، انت فاهم المساله بالبساطه ديت؟ تتهم انسانه بريئه ظلم واحنا نحبسها، وبعد كده جاي بمنتهى البساطه وتقول انك انت عايز تسحب بلاغك؟ انا لقيت الفلوس. ياه، لقيت الفلوس؟ ايوه، انا كنت شايلها في مكان تاني غير الدولاب وكنت ناسي، ولما دورت عليهم بالصدفه لقيتهم. انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ معناه انك انت اتهمت انسانه بريئه ظلم، والانسانه ديت ممكن ترفع عليك قضيه رد شرف وتطلب منك تعويض اكتر من 20,000 جنيه دول 100 مره. انا مستعد ادفع لها اللي هي عاوزاه، فلوس الدنيا كلها. ما تعوضش انسان بريء عن يوم واحد اتحبس ظلم. على العموم مش حضرتك بس اللي ظلمت سميره، لا، كلنا ظلمناها مع الاسف. احنا تاكدنا ان سميره مش هي اللي قتلت ازهار. احنا صحيح لما دورنا في الماضي بتاعها لقيناها خريجه اصلاحيه. سميره خريجه اصلاحيه؟ ده مش ذنبها يا استاذ عادل، علشان كده مش لازم نعاقبها عليها، كفايه عليها كل اللي حصل لها وهي بريئه. استاذ عادل لو سمحت، لازم تقدر ظروفها وترجعها شغلها تاني. محدش غيرك هيقدر يقف جنبها ويساعدها. بعد ما حضرتك اتنازلت على البلاغ بتاعك اكيد النيابه هتفرج عنها. ايه اللي انت عملتيه ده يا فاطمه؟ انا عرفت انك طلبت نقلك من قسم الجراحه لقسم البطنه. ليه يا فاطمه؟ انا زعلتك في حاجه يا فاطمه؟ حضرتك؟ لا. امال في ايه يا فاطمه؟ انا بس اعصابي تعبانه شويه. مساء الخير يا دكتور جمال. مساء النور يا دكتوره حنان. الظاهر في حاجة مهمة قوي علشان واقف تتكلم مع فاطمة حتى قبل ما تشوفني. أنا كنت بسألها ليه طلبت نقلها من القسم بتاعي لقسم البطنة. ياه، هي طلبت نقلها من القسم بتاعك؟ لا ملهاش حق. طلبتي نقلك ليه يا فاطمة؟ جاي السكون تعبت يا دكتور، خلاص خليها بقى تستريح شوية، وبعدين كل واحد بينام على الجنب اللي ريحه، مش كده يا فاطمه؟ سميره، انا اذا كنت جاي تعتذر فما فيش داعي، لان في حاجات كتير مهما اعتذرنا عنها الكلام مش ممكن يخفف منها. انا عارف اني ظلمت. مش انت بس اللي ظلمتني، الناس كلها ظلمتني. سميرة، انا عاوزك تسامحيني. انا سامحت كتير. انا مش عارف ازاي عملت كده. انا متهيألي انك ممكن في لحظة واحدة تعملي اي حاجة. الغضب بيعمي عين الانسان. لو بصيت لي بقلبك عمرك ما كنت هتتغش فيه ابدا. انا جاي اطلب منك انك تنسي كل اللي حصل وترجعي تاني معايا المسرحه. انسى؟ يا ريتني كنت اقدر. احنا بقى بينا حاجز كبير قوي. عشان خاطر احمد اللي بيحبك.
أحمد، أنا كمان بحبه زي ما بيحبني، لكن غصب عني لازم أبعد عنه. طول ما أنت قريب منه لو حد سأل عليا أنا جاي كمان ساعتين. في واحدة ست منتظرة حضرتك في الكافيتيريا. ست؟ ست مين؟ ايه سيدي طريق متشي. ما قالتش اسمها ايه؟ ايوه يا فندم قالت اسمها كريم. اه طب حبيبتي روحي تسخني العربية على ما اشوف الست ديت واجيلك على طول. حاضر بس اوعى تتأخر وإلا هعتبر نفسك سبت الماتش بالانسحاب. باي. انتي جننتي؟ ازاي تيجي هنا بعد السنين دي كلها بتقابلني كده يا فؤاد؟ احنا خلاص ما عادش في حاجة تربطنا. انا طلقتني، انا عارفة دي حاجة مش غريبة عليك. انا عملت اللي اقدر عليه. عموما انا مش عارفة اشكرك ازاي. انت عايزة ايه بالظبط؟ انت عارف انا عاوزة ايه. يعني إذا كان على الفلوس أنا مش جاي أطلب منك فلوس. مول عايزة إيه؟ أنا عاوزة بنتي. بنتك؟ دي بالنسبة لها خلاص بقيتي واحدة ميتة ومدفونة ومش ممكن ترجع للدنيا تاني. عايزة تهدمي مستقبلها اللي بنتهولها في سنين؟ مستقبلها؟ مستقبلها إنك حرمتها من أمها؟ وقلت انها مجنونه دخلتها المستشفى. مستقبلها ان خدت كل ثروتي وعملت بيها اللي انت عاوزه وحرمتني من كل حاجه، ودلوقتي جاي بتحرمني حتى من انا اشوف ضنايا. ما استحملتش السنين دي كلها الا على امل ان انا اطلع للدنيا تاني واشوفها واسمعها والمسها بايديا. أنا مين دي يا بابا؟ وعرفت اسمي منين؟ لا حبيبتي دي واحدة معرفة قديمة. هي يا ناس احنا هنقف كده ونسيب الماتش ولا ايه؟ انت تعذبت كتير واستحملت كتير، مصير الحق لازم هيبان. الظلم لما بيطول يبقى من الصعب ان الحق يهزمه، لكن ربنا يمهل ولا يهمل. انت بكره ترجعي لبيتك ولبنتك وتعوضي السنين اللي فاتت دي كلها. ايناس خلاص انا ميته في نظرها. هترجعي تعيشي ازاي وهي نسيتني خالص؟ تصوري انا شفتها النهارده
بس هي ما عرفتنيش، ما عرفتش امها. كنت متخيله انها اول ما تشوفني هتفتكرني وهتدرمي في حضني وتقول لي يا ماما، لكن ده ما حصلش، ما حصلش. لا خلصت يا عبد، هعصلك على البيت. مع السلامه. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا صبر. خير؟ انا لقيت الدفتر ده في صندوق الشكاوى بتاع الاسم يا فندم. ايه ده؟ غريبه. ما عشان كده يا فندم جبت الدفتر لسيادتك. ايه؟ فاطمه زهران؟ قولي لي يا فضل، دفتر المذكرات ده بتاعك؟ من السهل ان انا اقارن خطك بالخط اللي موجود في الدفتر. الدفتر ده بتاعك ولا لا؟ ايوه الدفتر بتاعي. يعني انت اللي كاتبه كل كلمه فيه مش كده؟ ايوه. ويا ترى ضاع منك امتى؟ مش عارفه، مش عارفه. بس بالتاكيد بعد قتل ازهار مش كده؟ اصل في حاجات مكتوبه هنا بالتحديد ليله ما اتقتلت ازهار، قبل ما تتقتل بساعه. الثلاثاء 25/10/1988، الحادية عشر مساء. كم أكره هذه السيدة، كما لم أكره أي شيء في حياتي. كلما نظرت إليها أتمنى لو أنني أزحتها من هذا العالم. إنها لا تستحق إلا الموت، فمن قتل يقتل، وهي قتلتني منذ 20 عاما. إلى متى سأقاوم وأبعد تلك الفكرة الجنونية عن رأسي؟ إلى متى سأخفي انتقامي وحقد الدفين؟ إلى متى سأمنع نفسي من أن أمد يدي إلى عنقها وأخنقها؟ واليوم اكتشفت أنها تعبث في أشيائي، واستولت على حقنة مورفين فارغة وراحت تهددني بها إنها تريد أن تقتلني مرة أخرى، ولكن لا، أنا التي سوف. إيه رأيك في الكلام المكتوب ده؟ أنا أفتكر إنك لازم تساعدينا. واضح إنك أنت تعرفي أزهار من مدة طويلة قوي، من قبل ما تسكني في البنسيون بسنين طويلة. ليه كنت بتكرهيها وبتتمني لها الموت؟ مش من مصلحتك السكوت، أحسن لك اتكلمي. أنا ما قتلتهاش. أنا ما سألتكيش إذا كنت قتلتيها ولا لأ، أنا بسألك إيه اللي بينك وبين أزهار من 20 سنة. واضح إنك مش عايزة تتكلمي. فاطمة زهران، مش دي بتاعت حقن المورفين؟ ايوه هي. امال ايه بقى معنى الكلام ده؟ وهي قتلتني من 20 سنة. مش عارف، انا حاولت اسالها لكن هي رفضت تجاوب. انت حققت معاها؟ وحجزتها لك للصبح عشان تتعرض عليك. بالسرعه دي؟ يا سلام، وحستنى ايه تاني؟ المره دي يا حبيبي معايا اعتراف خطي. اعتراف بايه يا صفا؟ بالقتل عاب. انت لو قريت كويس وريني. شوف يا سيدي، هتلاقي اخر كلمه كان المفروض انها تكتبها سوف اقتلها، وبدال بقى يا حبيبي ما تكتبها نفذتها. الكلام بيقول كده يا عابد، اسمع: ان اعصابي تخونني كلما نظرت اليها، واتمنى لو ازحتها من هذا العالم.
إنها لا تستحق إلا الموت. متى سأمنع نفسي من أن أمد يدي إلى عنقها وأخنقها؟ وهي أزهار ماتت مخنوقة فعلا. غريبة. هي فعلا غريبة. إزاي دفتر زي ده يضيع منها ويوصل لنا؟ على العموم كله في مصلحتنا. مين كان يحلم إنه يلاقي دليل في إيده زي ده؟ بس فاطمة ما قالتش إنها قتلت أزهار. دي قالت إنها عايزة تقتلها. فمش معنى كده إنها قتلتها فعلا. بسيط. إذا لقينا الدافع اللي خلى فاطمة تكتب الكلام ده، يبقى هنقدر نثبت إنها فعلا هي اللي قتلت أزهار. مش كده ولا إيه؟ مين اللي ادى الدفتر للبوليس؟ مش أنا، والله العظيم ما أنا. مش مهم مين اللي اداه للبوليس، المهم إيه اللي خلى فاطمة تكتب كده في الدفتر؟ وبعدين إيه اللي بينها وبين أزهار من 20 سنة وكانت بتتمنى موتها عشانه؟ يا ريتنا ما كنا جينا هنا أبدا. تعبانة معاها حتى في قبرها. دي ما كانتش بتخبي عني أبدا. إزاي ما قالتليش على حاجة زي دي؟ الصداع. الصداع الفظيع اللي اختفى فجأة بعد ما اتقتلت أزهار. هما ما بيقولوش حاجة خالص. جمالات، انت مش عايزة تاخدي فلوسك اللي كانت عند المرحومة ولا ايه؟ خلاص تبقي تسمعي كلامي ونديكي كل اللي انت عايزة. صحيح يا أنسة نورة. ايوه، بس لازم تنفذي كل اللي اقولك عليه. من عناية الاثنين، بس ما تقوليش ان انا اللي بقولك. سماح كانت عمالة تقول فاطمة بيجيلها صداع من 20 سنة، والصداع ده راح لما المرحومة اتقتلت. وإيه اللي كان بين المرحومة وبين فاطمة من 20 سنة؟ وليه كانت بتكرهها وعايزة تقتلها؟ الله أعلم، محدش عارف. مش هتقبضيني بقى؟ خدي يا جمالات، مش خسارة فيكي. ايه ده جنيه؟ ما تستعجليش يا جمالات، كل ما هتقوليلي على حاجة هقبضك لحد ما اخلص لك فلوس المرحومه. ازاي يسمح لك ضميرك انك ترمي بنتي مسكينه زي دي في السجن وانت عارف ومتاكد انها بريئه؟ قد ما انا مجروح منك، قد ما انا حاسس بالعذاب اللي انا سببته لسميره. كفايه بقى يا عادل، كفايه. ارحمني بقى يا اخي، انا كمان بتعذب ويمكن اكتر منك كمان. من ساعه ما فكرت ان انا سرقت. ليه ما جيتش تطلب مني الفلوس اللي انت عايزها؟ انا عمري بخلت عليك، عمري رديت لك طلب. بتسرق ليه؟ بتسرقني ليه؟ صدقني يا عادل، انا عملت كده عشان، مش عشان الفلوس، عشان انقذ انسانه. علشان سوزي، مش كده؟ هو ده الحب اللي انت بتدور عليه؟ هي دي الانسانه اللي انت ضحيت بنورة علشانها؟ ويا ترى سوزي دي تستاهل كل اللي انت عملته علشانها؟ تبقي غلطانة لو افتكرت اني ممكن ابعد عنك. اللي بيني وبينك يا سنية مش ممكن يتنسي. اللي كان بينا خوف، طول عمري عايشة خايفة منك. عشان كنت بتحبيني. كنت عيلة صغيرة مش فاهمة حاجة في الدنيا. اتولدت وابويا في السجن، وامي بتلقط رزقها من النشل والسرقة. كنت حاسة اني ما اتخلقتش للعيشة دي. كنت عاوز اهرب من الفقر والخوف. وقابلتك، خدعتني بكلامك. كنت حاسة انك الراجل اللي ممكن يحقق لي احلامي ويبعد عني الخوف. واتجوزتك. اتجوزتيني عشان اجيب لك فساتين واعيشك احسن عيشه واخليكي هانم. عشان الهانم دي تساعدك في شغلك. وماله، الحياه تعاون، والمفروض الزوجه تساعد جوزها. في
في السرقة يا أبو سنجة. تنكري إن أنا أكلت عرقك في أي عملية؟ لكن أنت طلعتي نادلة وما صدقتي إني دخلت السجن وما فكرتيش مرة واحدة تزوريني أو تسألي عليا ورفعتي عليا قضية طلاق والمحكمة حكمت لك. لأني اعتبرت ثانية ماتت بدخولك أنت السجن. وبقيتي سوزي؟ حبيت أبتدي حياتي من أول وجديد. تشتغلي جرسونة وأنت في إيدك صنعة تكسبك ذهب؟ حبيت أقطع كل صلة ليا بالماضي. كل ده عشان خاطر سي رامي؟ رامي كان ضايع زي عنده أحلام مش قادر يحققها. كنت فاكرة إن أنا وهو ممكن نحقق أحلامنا، لكن للأسف ظهرت أنت في حياتنا ودمرت كل شيء بينا. ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. أنت تعرفي أزهار منين؟ ما أعرفهاش. وإيه اللي خلاكي تسكني عند أزهار؟ أنا سكنت عندها زي أي واحدة سكنت في البنسيون. لا، أنت سكنتي عندها متعمدة علشان حاجة معينة واستنيت السنين دي كلها علشان تنتقمي منها. ما حصلش، ما حصلش. مذكراتك هي اللي بتقول كده. أنا صحيح كنت بكرهها، ساعات كان بيتهيالي إني موتها وريح الناس منها، لكن أنا ما قتلتهاش، والله العظيم ما قتلتها. لازم تفهمي إنك بعدم الاعتراف بالحقيقة كاملة وإخفاء علاقتك القديمة بأزهار بتزود الشك فيكي وهتخلينا ناخد مذكراتك دي كدليل اتهام ضدك وأقفل المحضر في تاريخي. وأمرنا نحن وكيل النيابة عابد زهران بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق. اتفضلي. أنا جيت لحضرتك لوحدي اهو بدل البهدلة وكل شوية تبعت لي شويش. بصراحة في الحتة بدأوا يتكلموا عليا ساعة البيت. أقعد يا جمالات. ربنا يخليك يا بيه. أنت طبعا عايزة تساعدي فاطمة عشان تظهر براءتها مش كده؟ طبعا يا سعادة البيه. طيب أنا بقى عندي ليكي كام سؤال عايزك تجاوبيني عليهم بمنتهى الصراحة علشان نقدر نثبت براءة فاطمة. أنا من إيدك دي لإيدك التانية يا سعادة البيه. هايل يا جمالات. قوليلي ما كنتيش بتلاحظي على فاطمة أي تصرفات مش عادية؟ أو ما قالتلكيش مرة إنها بتحقد على أزهار أو بتكرهها أو نفسها إنها تنتقم منها؟ لا يا بيه ما حصلش أبدا. بس بس إيه يا جمالات؟ مرة كده مرة واحدة قالت لي جمالات الست دي مش عاوزة تموت زي كل الناس ما بتموت. ليه يا جمالات؟ وبعدين يا جمالات؟ قلت لها عيب عيب يا فاطمة مصيرها تفطس لوحدها. وهي قالت لك إيه؟ قالت لي النوع ده يا جمالات مش ممكن يفطس لوحده، لازم حد. تفتكري قصدها ايه بالكلام ده؟ الله اعلم سعاده البيه، اصل انا جاهله. وازهار ما قالت لكيش في اي مره انها خايفه من فاطمه؟ لا سعاده البيه عمرها. لكن لكن ايه يا جمالات؟ مره ازهار قالت لي جمالات البت دي بتبصلي كده ليه يا جمالات زي ما تكون عاوزه تطبق في زمارة رقبتي. ومره تانية قالت لي انها شافتها واقفه قدام باب اوضتها في نص الليل. اوضه مين؟ اوضه ازهار. واول ما ازهار فتحت الباب لقيتها في وشها. وبعدين قالت لها عايزه ايه؟ عايزه ايه يا فاطمه؟ قالت لها مفيش حاجه، انا بس كنت هخبط اسال جالي تليفون وانا بره ولا لا، مع ان التليفون كان عطلان بقاله اسبوع يا سعاده البيه. انت طبعا شريكه فاطمه في اوضتها مش كده؟ ايوه. فاطمه اشتكت لك قبل كده انها بتكره ازهار وان في علاقه قديمه بينهم؟ لا. ما قالتلكيش ابدا انها بتكرهها وبتحقد عليها؟ لا. شفتي فاطمة وهي بتكتب مذكراتها قبل كده؟ أيوة مرة أو مرتين. وليلة ما اتقتلت أزهار شفتيها وهي بتكتب مذكراتها؟ لا. الثلاثاء 25/11 مساء. كم أكره هذه السيدة كما لم أكره أي شيء في حياتي. كلما نظرت إليها أتمنى لو أزحتها من هذا العالم، إنها لا تستحق إلا الموت، فمن قتل يقتل، وهي قتلتني من 20 عاما. فاطمة مش ممكن تكون كتبت الكلام ده. ازاي بقى؟ اذا كانت هي نفسها اعترفت ان ده خطها
وهي اللي كتبته. كتبته امتى؟ اذا كنا كنانا ومها وجمالات قاعدين معاها في الوقت ده. جايز غلطت في التوقيت، لكن ده ما يمنعش ان النية كانت متجهة لانها تنفذ جريمتها. واللي هيرتكب جريمة يكتب ده برضو في مذكراته؟ فاطمة مش ممكن تكون هي اللي قتلت ازهار. ليه؟ لانها انسانة قلبها ابيض، قلبها كله عطف وحنان. لكن واضح ان كان في علاقة قديمة بينهم، طار بايت من 20 سنة. من 20 سنة؟ من 20 سنة فاطمة كانت لسه عيلة، ومش ممكن يكون في بينها وبين واحدة في سن أزهار طار. هي فاطمة سكنت في البنسيون من امتى؟ من حوالي 2 سنين، أنا جيت لقيتها. وقبل كده كانت ساكنة فين؟ اللي أعرفه إنها جت من دمياط على مصر على طول، أصل عيلتها كلها في دمياط، وإخواتها لحد دلوقتي عايشين هناك، وهي اللي متغربة عشان تصرف عليهم. بس تفتكري المرتب اللي بتقبضه من عملها كممرضة يستاهل إنها تتغرب من بلدها وتيجي مصر عشان تصرف على إخواتها؟ أنا حاسس يا صفوت إن المسألة دي فيها لغز. معك حق، ومفتاح اللغز دوت في دمياط. إزاي؟ فاطمة قالت في أقوالها إنها من مواليد دمياط. مظبوط؟ أنا بقى عملت تحرياتي وتأكدت إن أزهار كانت عايشة في دمياط من 20 سنة قبل ما تيجي مصر. إذن كان في علاقة قديمة ما بين أزهار وبين فاطمة. ممكن مثلاً يبقى طار، وده اللي يخلي فاطمة تيجي مصر مخصوص عشان تقتل أزهار. وما تنساش برضو فرق السن الكبير اللي بين فاطمة وأزهار. ما تنساش أنت بقى إن فاطمة قالت في مذكراتها إنها قتلتها من 20 سنة. 20 سنة إيه؟ يعني قتلتها وهي طفلة؟ طب وليه استنت فاطمة السنين دي كلها علشان تنتقم؟ مش عارف، بس أوعدك إن أنا هحللك اللغز دوت في خلال 24 ساعة. إزاي يا أستاذ؟ هسافر دمياط. يا جماعة إخوات فاطمة لازم يعرفوا عشان يقفوا جنبها ويقدروا يتصرفوا مهما كان دول الرجالة. أهو، وهتقول لهم ليه بس؟ يعني تخضيهم وتجيبيهم على ملا والشوب؟ طب إيه رأيك بقى؟ أنا قلبي حاسس إنها هتطلع برقة زي سمير. روحي يا جمالات ابعتي التلغراف وبلاش رغي كتير. لازم نتصرف، نجيب محامي. هو يعني المحامي ببلاش؟ مش محتاج فلوس ومصاريف. ايه رايكم نجيب الاستاذ الحدق؟ لا 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 لا، ابعدونا عن الحدق. الحدق دلوقتي بقى المحامي بتاع نوره، ونوره من مصلحتها ان القضيه تخلص عشان تورث. هو الاستاذ هيتاخر كتير؟ الظاهر ان ما كانش يعرف ان سيادتك هتشرفينا النهارده. اصل في الحقيقه دلوقتي انا ما بقدرش اتصرف اي تصرف الا بعد ما بستشير المحامي بتاعي. لا، والحقيقة سيادتك مش هتلاقي أخلص من الأستاذ الله يرحمها بقى، كانت بتثق فيه قوي. ما هو عشان كده أنا لازم أتعامل مع كل اللي كانت بتثق فيهم خالتي. بس أنا بقى غير خالتي، أنا بكافئ اللي بيخدمني بإخلاص. إخلاص. أهلا وسهلا أنسة نورة. أنسة نورة بنت عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا اشرقت الانوار. اهلا وسهلا، ده ايه السعاده دي؟ اهلا بيك يا فندم. ايه النور ده كله؟ تصدقي بالله من ساعه ما نزلت من عربيتي وشفت النور طال وعمى عليا عرفت انك مش عرفاني. اهلا 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 اهلا. ايه، ما طلبتيش حاجه تشربيها ولا ايه؟ في الحقيقه الانسه هند ما عزمتش عليا. انا اسفه جدا يا هانم، بس ده مكتبك وسيادتك اللي تأمري فيه. انا عاوز اشرب قهوه سادة. حاضر يا هانم. ايه السعادة اللي انا فيها دي؟ ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ يا اهلا، وحشتني، جيت اشوفك. ارجوك يا انسة نورة ما تبقيش بايخة، ارحميني، ارحمي قلبي. قلبي ما يستحملش كل الكلمات الحلوة بطعمة دي. ما عشان كده بقالك كم يوم ما بتتصلش بيا من ساعة ما قبضوا على فاطمة. أيوة فندم، ما أنا كنت مستني لما بتشارك بليلة القبض على فاطمة، قصدي يعني بالقبض على فاطمة وترحيلها إلى محكمة الجنايات. أيوة، جزاء ما فعلت على فعلتها الخطيرة اللي قتلت فيها الست البرة العظيمة صاحبة التقوى والإيمان. يعني أنت متأكد إن هي اللي قتلت؟ طبعا، هناك دليل دامغ اعترافاتها يا أنسة نورة. طبعا، وغير كده مذكراتها والاعتراف على فكرة سيد الأدلة. مفيش هناك قوة بعد كده
لا أظن أن هناك قوة تستطيع أن تحول بينها وبين حبل المشنقة. يعني أنا حسنا لحد ما يحطوا حبل المشنقة حوالين رقبتها عشان أستلم الميراث؟ لا يا نسا نورة، إن شاء الله بمجرد ترحيلها إلى المفتي، قصدي تحويلها إلى محكمة الجنايات، أنا هتخذ إجراءاتي القانونية فورا وأسلمك التركة. اطمني. أنا مطمنة طول ما أنت جنبي. وهفضل جنبك لآخر قطرة في دمي. هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا. يعني أنت مش هتتخلى عني أبدا ولا تسيبني؟ أتخلى عنك وأسيبك إزاي يا نورة؟ أنا يوم ما أحس إن أنا هتخلى عنك أجيب بشلة قرن غزال وأبوظ بيه وشي. أنت ما عندكيش فكرة قد إيه المجهود الشاق العظيم اللي بذلته عشان أقنع المرحومة خالتك بإنها تكتب لك كل ثروتها. أنا فعلا حاسة بالمجهود الكبير اللي أنت بذلته عشان يا حتة، بس للأسف الشديد المجهود ده كله كان هيضيع يوم ما جات لي خالتك وطلبت مني أغير الوصية وتتحرمي من كل شيء. خالتي كانت ناوية تغير وصيتها؟ ما هو ده السر اللي كنت كاتمه في صدري ومش عايز أبوح لحد بيه عشان أحافظ عليك. ليه؟ لأن ساعتها البوليس كان حيلاقي الدافع الكبير إنك تقتلي خالتك قبل ما تنفذ قرارها وتحرمك من الميراث. أنا ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. أمال رحت هناك نص الليل تعمل إيه؟ كنت عايز أروح لعمتي عشان أقنعها تديني الشيك. تروح لها نص الليل يا رامي؟ ده كلام يخش العقل. أنا فعلا لما فكرت لقيت الوقت مش مناسب، ما رضيتش أطلع لها. أيوه لكن الوقت كان مناسب علشان تيجي تسرقني أنا. صدقني هو ده اللي حصل يا عادل، هو ده اللي حصل. حتى لو أنا صدقتك يا رامي، البوليس لا يمكن هيصدقك. وهيفضل أبو سنجة ده سيف مسلط على رقبتك يبتز منك فلوسك، وطبعا هتيجي تسرقني مرة تانية وتالتة عشان تنفذ له مطلوبه وإلا يبلغ عنك البوليس. صفت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه جيت امتى؟ لسه واصل حالا بتراب السفر. لازم بقى جايب اخبار سخن. انت عارف اخوك لما يحط دماغه في قضية. عارف ما ترتاحش اللي اذا وصلت لمحكمة الجنايات. ها طمني، سفريتك كانت بنتيجة؟ طبعا يا استاذ، حليت اللغز ولقيت الدافع اللي يخلي فاطمة تقتل الازهار. وايه هو؟ انا لما سافرت دمياط سألت على عنوان عيلة فاطمة، رحت هناك وعملت تحرياتي، عرفت ان فاطمه وازهار كانوا جيران من مده طويله. جيران؟ ايوه يا سيدي، وكان في خلاف كبير ما بين ام فاطمه وبين ازهار. بسبب ايه؟ الاثنين كانوا بيتنافسوا على راجل. راجل؟ ايوه يا سيدي، ازهار اتهمت ام فاطمه انها خطفت منها خطيبها واتجوزته، والاثنين عاشوا على الخلاف دوت سنين طويله. ورغم ان ام فاطمه خلفت 4 عيال منهم فاطمه، إلا إن أزهار ما نسيتش حقدها وغيرتها من أم فاطمة. ده حكاية لذيذة قوي. وبعدين فجأة أم فاطمة ماتت مسمومة. الشكوك حامت حوالين أزهار، خصوصا إن أبو فاطمة اتهمها إن هي السبب، لكن دليل الاتهام ما كانش ثابت عليها. اضطر البوليس إن هو يفرج عن أزهار، ومن يومها أزهار سابت دمياط ورجعت على القاهرة. المهم فاطمة عاشت السنين دي كلها ومسيطر عليها فكرة إن أزهار هي اللي سمت أمها، خصوصا ان ابوها لما مات ساب لها اخواتها هي الوحيده اللي مسؤول عنها. ولسبب غير معروف طلبت فاطمه نقلها من مستشفى دمياط للقاهره، رغم ان ده طبعا بيضاعف تكاليف حياتها واخواتها محتاجين لاي قرش. وجت وسكنت عند ازهار. وبالشكل ده طبعا يبقى الهدف واضح والدافع موجود ودليل الاتهام جاهز، مش كده ولا ايه؟ ما تلفش وتدور عليا يا خميس. ايه يا جمالات، في ايه؟ مالك متعصب عليا كده ليه؟ اصل انا مش عيله ولا عبيط عشان تضحك عليا. بضحك عليك ليه؟ كل ده عشان بسالك عن البنسيون واحوال الناس اللي في البنسيون. عمرك ما عملتها الا اليومين دول شغال لي. البنات قالوا ايه؟ البنات عادوا ايه؟ حكايتك يا خميس؟ مفيش اي حاجه، بنشمشم على الاخبار. تشمشم عشان تقولها للبوليس يا ولا؟ وماله، مش المفروض برضه ان احنا نتعاون مع الشرطه؟ عايز تتجسس على البنات؟ تتجسس على الولاية يا خميس؟ جرى ايه يا اختي؟ ما انت كنت بتعملي كده وبتنقلي كل اسرار البنات للست ازهار. اه؟ اه ايه؟ وتلاقيكي لحد دلوقتي بتعملي كده برضو مع الست نورة. انا ماشية يا خميس. ماشية رايحة فين؟ يا بنتي ما تبقيش عبيطة، ده انا بفتح لك سكة تاكلي منها الشهد. الشهد؟ الشهد والدموع. لا يا اختي، الشهد العسل. افهميني يا بنت الناس،
طبعا البنات في بينهم وبين بعض اسرار، وكل سر من دول وله ثمن. هنروح بعيد ليه؟ مثلا مذكرات فاطمه دي كان ممكن انت تساومي عليها وتطلع لك منها مبلغ كتير، لكن انت بهبلك رحت البوليس واديتها لهم ببلاش. انا عملت كده؟ انت اتجننت يا ودي يا خميس؟ ما اتجننتش ولا حاجه. طب فهميني ليه فاطمه يعني تنقيك انت دونا عن كل الناس وتتهمك ان انت اللي سرقت المذكرات ووديتيها للبوليس؟ ما تردي. هو انا شعرفني؟ هو انا عارفه هي عملت كده ليه؟ بس انا ما عملتش كده يا خميس، ولازم استحملها برضو لما تتعصب عليا. يا سلام يا اخويا، هي كاتبه في المذكرات انها هتقتل الازهار. انا هعرف منين بقى؟ هو انا بعرف اقرا ولا اكتب يا ولا؟ يعني انا اللي بعرف اقرا واكتب يا اختي؟ هي قتلتها واتقتلت. يعني انت قتلتيها انتقاما منها بعد 20 سنة؟ طب مش جايز انت غلطتي في اتهامك لازهار؟ ومش جايز ان ازهار فعلا ما قتلتش والدتك؟ ومش جايز ان المساله كلها قضاء وقدر، والا ما كانتش النيابه افرجت عنها؟ العين بالعين والسن بالسن. يعني انت قتلتي ازهار انتقاما منها لانها قتلت والدتك؟ يمهل ولا يهمل. جاوبيني يا فاطمه، انا عايز اجابه صريحه ومحدده. انت قتلتي ازهار؟ يمهل ولا يهمل. برضو مش عايزه تجاوبي. طب سؤال اخير يا فاطمه، وافتكر انك مش هتمتني عن اجابته. اخر صفحه في مذكراتك كتبتيها امتى بالظبط؟ ليله ما اتقتلت ازهار الساعه 11 بالليل زي ما هو موجود في المذكرات، ولا بعدها؟ يمهل ولا يهمل.